السلام عليكم. اليوم نروحوا نشوفوا الملعب تاع دويره بمناسبه يعني الصور الرائعه تعود الى البارحه، والملاحظ هو انه يعني راهي بطيئه وتاخذ وقت كبير. لما نلاحظ يعني نعرف انه الاشغال في ملعب تيزي وزو وملعب براقي الاشغال تاع يعني الفينيسيون خذات وقت كبير تقريبا عام كامل من اجل تهيئة الملعب وتسليمه نهائيا، لأنه فيه أشغال كثيرة خاصة باللواحق نتاع الملعب وكذلك بالتهيئة الخارجية باش تكون يعني مطابقة للتعليمات تاع الفيفا. فيه أشغال كثيرة لابد أن تنتهي، وهذا يأخذ وقت كبير. أنا نظن بلي الملعب هذا راهو رايح عام واحد أخرى، راح تزيد عام واحد أخرى باش تنتهي الأشغال، يعني مع نهاية 2024. اللهم إذا تم التسريع في الوقت ويعني وأخذ عدة عمليات في نفس الوقت، لازم نديروا عدة العمليات نديروها في طريقة متوازية، يعني وهذا يتطلب جهد كبير ويتطلب عمال كثير. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.